هو ده هشام خلاه يشهد على عقد العرف اللي ما بيننا، وقال اجدع واحد من اصحابه، بس انا عمري ما ارتحت له. مش عيب برضه يا بطل لما تشد لوحدك. انت مين بقى يا هداف؟ هشام فين انا؟ هشام مين؟ خلص ما عنديش وقت. ما شفتوش وربنا يجي من اسبوع. اخر مره شفته كان مع مين وبيعمل ايه؟ في زبون هنا اسمه زيزو اتعرف عليا لما عرف ان انا صاحب هشام وقال لي ان هو عايزه بفصلحه. كمل. اديني 5000 جنيه عشان اخلي هشام يتقل في الضرب واخرجهوله. ولا ايه فين زيزو ده؟ كلمته كذا مره عشان لو عايز مصلحه تاني ما ردش، وبعدين تليفونه اتقفل. بس هو بيقعد مع بنت هنا كل يوم اسمها شيء. فين البنت دي؟ ده سالت عليها هتدل لك عليها. انت عايز تعيش؟ ده انت شفتني ولا انا قابلتك؟ ايه يا مالك بتزبط؟ ألو؟ مش قلتلك اهربي؟ أنت؟ عشان تعرفي إن اللي ما بيسمعش كلامي بيتأذي. أنت عايز مني إيه تاني؟ افتحي الباب دلوقتي حالا. إيه؟ مش عاوزة أفكرك لما ما سمعتيش كلامي حصلك إيه؟ افتحي الباب دلوقتي لو عاوزة تخرجي من هنا. أنت لو فاكرة يا ماما إن اللي دبسك في القضية دي مش ناوي على شر تبقي عبيطة. الفرصة مش هتستنى. افتحي الباب! انت رايح فين الساعه دي؟ انت بتطلعي منين؟ ايه هستأذن منك وانا نازل ولا ايه؟ راح في مصيبه في داهيه. انت مالك انت؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله منك ومن عيشتك السودة. وقفلي بسرعة. خليكي ماشية عادي. خليكي واثقة من نفسك، محدش هيبصلك. كملي لحد آخر الممر وانزلي السلم اللي هتلاقيه. اوعي تخرجي لحد بره، انزلي السلم وبس. انزلي للآخر بقى هتلاقي بدروم، ادخليه. انت واخدني على فين؟ هخرجك. يلا بسرعة مفيش وقت، احنا متأخرين.
اوعى تتهور يا كوتش. في بلدنا بيقولوا اللي يتهور يتعور. تتهور يا كوتش. في بلدنا بيقولوا اللي يتهور يتعور. شبورة انت فين؟ طب انا في المطبخ. تعال خدي دول. طب انت وراك ايه النهارده؟ ها؟ وراك ايه؟ لا انا ورايا اخواتي قطعوني. ايه ده؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر. ضربته ازاي ده؟ هو النوع ده بيتضرب؟ يلا يا شبور اشيل. اشيل ايه يا عظمته؟ لا النوع ده ما يتشالش، ده يتحفر له ويتدفن مكانه. وديت هشام فين وسلمته لمين بالظبط؟ ما تتكلم يا قط، الكلاب دي بقالها 3 ايام ما كلتش، انطق!